بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اهتدى بهداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، اللهم أمين. الحديث 32، الهدية التي لا ترد. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد، ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. ثلاث لا ترد: الوسائد جمع وسادة، وهي ما يتكئ عليه من مخدة ونحوه، يعني واحد بكبر خطأك بيجملك بيعطيك شيء تسند عليه وكذا، هذا لا يرد. والدهن اللي هو الطيب، واللبن إذا أطلق عليه، يعني كلمة لبن لما تطلق يبقى الحليب يعني. فالشارع جل جلاله، الشارع الحكيم، أمر المسلمين بفعل كل ما يحقق الألفة بينهم. ركز، خلي بالك، انتبه، كلام مهم والله. وترك ونبذ كل ما يفرق بينهم. الإسلام يجمع لا يفرق، الإسلام يزيل العداوات لا يوجدها. ولعل من ذلك ما ورد النهي عنه في هذا الحديث من رد الوسائد والطيب واللبن على من أهداها لضيف أو لغيره. حاجات دي بتنفع، حاجات دي بتفيد، وبعدين ما فيش منها أي ضرر، حاجة تتكي عليها، مش عايز خليه جنبك وما ترضاش. الطيب شيء جميل وشيء طيب وشيء مريح. اللبن أفضل الطعام والشراب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل شيئا قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا خيرا منه. إلا اللبن فيش أفضل منه، قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فشيء لا يرد. فعادة الناس أن يقدمون هذه الأشياء لضيوفهم ويهدوها لمحبيهم، فإذا ردت عليهم كان في ذلك دلالة على ترفع الشخص على مضيفه أو مهديه أو بغضه له ولما عنده، بالإضافة إلى أنها لا منة فيها. مش حاجة أنا عملت لك، عملت لي إيه؟ جبت لي مسند، طيبتني، أو اديتني هدية، شوية لبن، ماشي، يعني الحاجة اللي إيه اللي أنت يعني تقول ده يعني هيعيبني بها يعني. ثم إن المكافأة فيها لو حصلت المنة ممكن إداك يا سيدي الدير هو الظهر، ماشي، صعبة يعني. ممكن الغني والفقير يجيب زجاج الطيب ولو بشيء بسيط يسير. هذا الحديث بيوجهنا وينبهنا ويرشدنا إلى استحباب تطيب خواطر الإخوة والأحبة بقبول هداياهم وعدم ردها، استبقاء للود والمحبة بين الناس. الإسلام يزرع يغرس المحبة في القلوب. استحباب عدم رد الوسائد والطيب واللبن. صلى الله أن يوفقنا لكم الحب يرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.